أعتقد النهاردة دوليا أكتر الأدوات اللي بتعتبر مهمة في الترويج وجود المؤثرين. كل بلد فيها مؤثرين، ناس بتقدر تتابعهم على القنوات التواصل الاجتماعي بشكل سريع، فإن احنا نقدر نوصل لهم إنهم يقدروا يكتبوا عن تجاربهم في زيارة مصر أو في وجودنا بقوة في كأس العالم. أعتقد دي كلها أدوات مهمة وتجيب نتائج إيجابية إن شاء الله. الحملة دي بتعتبر الحملة بداية طرق جديدة لينا احنا في الترويج، وده اللي احنا عايزين نبني عليه، لأنه بالتأكيد النتائج هتبقى إيجابية. الحمد لله السياحة بتتعافى، وحملات زي وجودنا في كأس العالم بتعتبر يعني نافذة جديدة، وإن شاء الله متوقعين الأفضل. عينك على العالم.